السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير طلابي الأعزاء في الصف الثاني عشر. هذه تجميع من بعض المسائل على التكامل والمتجهات الفصل الدراسي الثاني. تابع معي كيف تحل هذه المسائل. مسائل بسيطة جدا وسهلة، وكلها من الـ MCQ أو الاختيار المتعدد. السؤال الأول: f of x equal تكامل x تربيع ناقص 5 x زائد 1. أوجد f برايم اوف 2. f برايم اوف 2 انتوا عارفين اللي هو تفاضل الدالة عند x يساوي 2. طبعا العلاقة الأصلية اللي عندي هنفاضل الطرفين، هنعمل هنا تفاضل ونجيب f برايم ونجيب نفاضل الطرف اليمين. هنا علامة التفاضل هتلغي علامة التكامل زي ما انتوا عارفين، وهنحصل على المشتقة الأولى الدالة f برايم اوف x is equal to x squared minus 5x plus 1. هذا هو التفاضل. يعني هنا في هذا السؤال لست في حاجة ان انت تكمل الدالة وبعدين ترجع تفاضلها، لان لما تكملها وترجع تفاضلها تاني هترجع لاصلها اللي هو الاكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 1. وبالتالي اف برايم اوف 2 يعني من المماس للدالة عند النقطة 2 هو 2 تربيع ناقص 5 ضرب 2 زائد 1، ونحل شوف قد ايه السهولة. 4 ناقص 10 زائد 1، يعني الاجابة 6 ناقص 10 يساوي سالب 4. 6 عفوا 1 ناقص 4 5 عفوا 1 زائد 4 5، 5 ناقص 10 يساوي سالب 5. اوكي، السؤال الثاني: عبر عن التالي في صورة تكامل واحد. طبعا عندي تكامل من سالب 1 وصفر ناقص تكامل من 2 لصفر. هنا العدد المتساوي يا جماعة انتوا عارفين في قانون تكامل الدوال لابد ان يكون نهاية التكامل الاول صفر، لابد ان يبدأ التكامل الثاني بالصفر وتكون العلامة هنا زائد. راجعوا قوانين التكامل أو خصائص التكامل، فنكتب تكامل من سالب 1 لصفر لإكس تربيع دي إكس. هنغير إشارة التكامل دي، سالب دي هنخليها زائد، لأن يعني هي أصلاً خليها زي ما هي ناقص مثلاً، وبعدين التكامل ده نقدر نخليه سالب بشرط نغير حدود التكامل من 2 لصفر وتبقى من صفر ل 2، ودي من قوانين التكامل. تخلي بالك انتجرال لإف أوف إكس دي إكس من إي لبي ده يساوي نيجاتيف انتجرال من بي لاي لنفس الفانكشن اف اوف اكس دي اكس. فده اللي انا عملته الان، غيرت الباوندرز بتاعت التكامل من 2 لصفر صفر 2، علشان ده الصفر ده يبقى هو ده. فانا عندي المساله هي من نيجاتيف 1 لصفر اكس تربيع دي اكس اصبحت زائد تكامل من صفر ل 2 لاكس تربيع دي اكس، وده بيساوي من سالب واحد. يعني بص تخيل معايا، ادي سالب واحد وادي صفر وادي اتنين على خط الاعداد، ادي تكامل من سالب واحد لصفر الاول زائد من صفر لاتنين، كانه هيديني الداله كلها، كانه تكامل مثلا من سالب واحد لاتنين مره واحده، كانه تكامل من سالب واحد لاتنين مره واحده. اوكي، هذا هو. فده انتجرال من نيجاتيف 1 ل 2 للداله نفسها اللي هي الاكس تربيع دي اكس. المهم هنختار هنا الاختيار فين بقى من سالب واحد لاتنين؟ اهو اخر اختيار عندي هذا هو. السؤال التالي: الشكل الادنى يوضح المنطقه المحصوره للداله سالب 2 زائد جذر اكس ومحور اكس ومحور واي والمستقيمين اكس يساوي صفر واكس يساوي 4. دي حدود التكامل بتاعتي. بيقول لي ايه؟ اوجد السؤال هنا، اوجد المنطقه المظلله. طبعا مساحه المنطقه المظلله يا جماعه المنطقه دي موجوده تحت المنحنى، فالمساحه بتاعتها هتكون انتجرال القيمة المطلقة لسالب 2 زائد جذر اكس. هناخد القيمة المطلقة طبعا للدالة عشان نحصل على القيمة الموجبة، لأن هنا المساحة قيمة ليست سالبة أبدا، بمعنى إن إحنا هنكمل الأول وبعدين ناخد القيمة المطلقة الإجابة لو كانت سالبة. طبعا عشان المنطقة دي تقع أسفل محور اكس فهتطلع في التكامل سالب. المهم زي ما أنتوا هتشوفوا الآن هيبقى سالب 2، هنعدل جذر اكس دي نخليها اكس أس ونص في صورة الأس، وبعدين نكمل التكامل هنا سالب 2 إكس زائد إكس أس، طبعا نص زائد واحد 3 على 2 على 3 على 2، الاتنين بنحطها فوق هنا. التكامل ده من صفر لأربعة، ونبدأ نكامل عادي زي ما أنتم عارفين. نعوض بـ F of 4 minus F of 0. F of 4 سالب 2 ضرب 4 أهو، زائد 2 ضرب 4 أس 3 على 2، ممكن نحسب دي بالآلة الحاسبة شوفها كام. واخد بالك دي اف اوف 4 ماينس اف اوف 0 هتبقى 0 بلس 0، او حتى لو سالب 0 بلس 0 هيطلع 0. هنعوض دي ونحسبها بالآلة الحاسبة، هتطلع معايا سالب 8 على 3. القيمة المطلقة بتاعتها تساوي 8 على 3.
إذن هذه المنطقة يا جماعة مساحتها 8 على 3. داخل دي في الآلة الحاسبة هيديك سالب 8 على 3، هتاخد لها قيمة مطلقة للحصول على المساحة. خلي بالك لو ما قالش السؤال ده بهذا الشكل، لو قال لي احسب تكامل الدالة، ما قاليش مساحة ولا حاجة، بس تكامل الدالة دي من 0 ل 4، هتحسب التكامل عادي وهيطلع معاك بالسالب. خلي بالك اللي هو اللي يحسب تكامل الدالة ما قاليش مساحة ولا حاجة، يبقى دالة عادية يحتمل أن تكون التكامل موجب أو سالب أو صفر، مفيش أي مشاكل. أوكي؟ إزاي نكامل الدالة إكس جذر إكس؟ طبعًا ده دالتين ممكن بتغيير جذر إكس دي لإكس أس نص، أقدر إن أنا أضرب إكس في إكس أس نص. شوف السهولة، شوف الجمال. انتوا عارفين اكس يعني اكس اس 1، وان ضرب الاساسات المتساويه تجمع الاسس، ف1 زائد نص 3 على 2. يلا نكمل مع بعض 3 على 2. تكامل اكس اس 3 على 2 اكس اس، هنجمع 3 على 2 زائد 1 يبقى 5 على 2. بكل بساطه اجمع البسط والمقام 3 و2 5، اكتبها فوق على نفس المقام 2 ده. انت كده يا جماعه زودت 1 على 5 على 2 زائد ثابت التكامل، وهذا هو الحل. اذا 2 على 5 اكس اس 5 على 2 زائد سين. هنا الحل هو رقم الأول أهو، 2 على 5 إكس أس 5 على 2 زائد ثابت التكامل. السؤال التالي هنا، إذا كان مديني اف اوف 1 واف اوف 3 معطى، وعندي تكامل الاف اوف اكس دي اكس من 1 ل 3 يساوي 5، بيقول لي إيه؟ أوجد التكامل المحدود اكس دوت اف برايم اوف اكس دي اكس. طبعًا هنا عندي حاصل ضرب دالتين مختلفتين، انا ملاحظين اف اوف اكس القانون نفسه انا ما اعرفوش، فهنعمل هنا تكامل بالاجزاء او انتجريشن باي بارتس. ازاي؟ هنبدا نسمي داله منهم يو داله دي في زي ما انت عاوز، زي ما انت عارف اهو. يلا نسمي الكلام ده اهو، هنبدا نقول والله ليت يو يساوي اكس، والدي في هي الاف برايم اوف اكس دي اكس. اليو هنفضلها بحيث تبقى دي يو يساوي 1، وهنكامل الدي في ونوصل على في. تكامل الاف برايم اوف اكس هي اف اوف اكس. اوكي؟ سو ذا انتجرال اللي انا عندي كلنا عارفين يو في ماينس انتجرال في دي يو، قانون التكامل بالاجزاء. فيو في يو في هنضرب اكس دوت اف اوف اكس ماينس انتجرال في دي يو اللي هو اف اوف اكس دي اكس. اوكي، هنا 1 دي اكس طبعا، انتجرال هنا دي اكس 1 دي اكس او دي اكس. فطبعا انا عاوز التكامل ده من 1 ل 3، فهنعوض هنا اهو التكامل هنا من 1 ل 3، من 1 ل 3، فاللي هنعوض ب 3 اهو 3 دوت اف اوف 3 ماينس 1 times f of 1 اوكي ماينس التكامل ده يا جماعه من 1 ل 3 اوريدي جيفن، يعني انتجرال f of x دي x موجود عندك قيمته تساوي 5، فهنعوض دلوقتي 3 f of 3 يساوي 6 موجود عندك اهو، f of 3 يساوي 6 ناقص 1 في f of 1 f of 1 يساوي 3 ناقص 5، وبالتالي 3 في 6 عندك اهو 18 ناقص 3 ناقص 5 يساوي 10. إذا هذا التكامل قيمته تساوي 10. أوجد التكامل غير المحدود 8 على 2 اكس ماينس 5. عشان نجيب التكامل ده يا جماعة، طبعًا نطلع 8 بره باعتبارها ثابت هنا مفيش مشاكل، أهو 1 على 2 اكس ناقص 5 دي اكس. هنا درجة البسط يا جماعة أقل من درجة المقام بواحد، معناها إن أنا ممكن أخلي البسط هو تفاضل المقام، يعني بمعنى أنا هنا هروح أعمل حاجة بسيطة جدًا، ان انا هضرب هنا في 2 واقسم هنا على 2. ليه عملت كده يا استاذ؟ للحصول على 8 على 2 بره 4، لكي يكون البسط هو التفاضل المقام. كلنا عارفين 2 اكس ناقص 5 تفاضلها يساوي 2، فالتفاضل الداله دي دلوقتي شكلها عامل كده انتجرال اف برايم اوف اكس اوفر اف اوف اكس دي اكس. وانتوا عارفين هذا التكامل يا جماعه بيساوي لين المقام، لين ابسولوت فاليو للداله في المقام. دايما اي داله يا جماعه، اي داله كسريه بهذا الشكل بحيث ان البسط هو تفاضل المقام، الناتج هو لين المقام. على طول اعمله كده في اي مساله ممكن تقابلك.
فالإجابة بكل بساطة 4 لن absolute value 2x minus 5 plus c. هذا هو الحل. أوكي؟ يعني أنا بحاول أعمل شورت كات شوية بعيدًا عن القوانين الطويلة اللي بناخدها، لكن الحل بالقانون لا شك هو الحل الأصلي بتاعنا، وهذا الحل صحيح أيضًا تسهيلًا عليكم. إذا كان اي بي ده متجه من اي لـ بي 7 وسالب 5 و اي 3 و2، أوجد إحداثي بي. سؤال بسيط جدًا، أنا عندي متجه 7، بص معايا، أدي المتجه 7 اليمين أهو ونازل 5 لتحت. هذا المتجه ايه وبي يا جماعه؟ ف7 وسالب 5 ده عباره عن كانه ازاحه، يعني انا عندي الاي، عندي النقطه ايه هي 3 و2، هنعمل لها ازاحه 7 وسالب 5 هتوصل لبي. فالبي هنا يا جماعه هو ناتج، يعني بنجمع الازاحه البي هنا ال7 وسالب 5 اللي هو المتجه ده مع متجه موضوع النقطه 3 و2 اللي هو نفسه احداثيات 3 و2. يعني المهم بنجمع النقطه يا جماعه مع الازاحه، يديك نقطه النهايه لاي متجه، اجمع نقطة البداية مع الإزاحة اللي بتحصل توصل لنقطة النهاية، والعكس، عاد نقطة البداية ابدأ بالنهاية واطرح منها المتجه يطلع البداية، وهكذا. فالإجابة هنا 10 سالب 3، فالنقطة 10 وسالب 3. إذا كان متجه موضع النقطة بي 10 وسالب 3، ده شكله متجه لكن هو في الحقيقة هو نفسه الإحداثي النقطة بي. فاهمين؟ يعني أنا يعني بصوا يا جماعة، النقطة دي مثلا 3 و2 مثلا، النقطة دي اسمها إيه؟ النقطة بنكتبها كده، المتجه ده اسمه متجه الموضع اللي طالع من نقطة الأصل ده رايح عند النقطة اسمه متجه الموضع. المتجه إيه ده؟ بنكتبه كده. المتجه إيه ده في صورة المتجه؟ بنكتبه كده، بنكتبه 3 و2، نفس الإحداثي لكن في صورة كولم فيكتور زي ده. المهم مش عاوز أطول عليكم الكلام. يتحرك جسيم في خط مستقيم بتسارع، تسارع يعني العجلة الأكسلريشن اللي الجسم بيتحرك بيها، وكانت سرعته الابتدائية في اوف 0 بتساوي 2، اوجد سرعه الجسيم بعد 3 ثواني. شوفوا يا جماعه، لما يكون عندي العجله وعاوز ارجع اجيب السرعه، هنروح نكامل الفي اوف تي، السرعه عند اي زمن تي هو تكامل الاكسلريشن بالنسبه للزمن. فاحنا هنروح نكامل، نعمل انتجرال الاكسلريشن، القانون اهو اهو اي اوف تي يعني الاي عند اي تايم تي هو 6، يعني داله ثابته مفيش اسهل من كده. تكامل ال 6 هي 6 تي بكل بساطه زائد ثابت. اذا الفي هنا عند اي زمن تي يساوي 6 تي زائد سي. مدينا هنا شرط يا جماعه، او مش شرط، مدينا معلومه ان عند السرعه عند الزمن صفر بدايه الحركه يعني كانت 2. السرعه عند بدايه دراسه الحركه كانت 2، فهنروح هنحط السرعه ب 2 اهو مكان في تي نكتب 2، والتايم 0 هنا تايم 6 تايم 0 بلس سي. هنا لما نحل ده يطلع سي تساوي 2. بعد ما تعرف ثابت التكامل ارجع حطها تاني في قانون السرعه. ال v of t دلوقتي 6 t زائد 2. نرجع للسؤال، احسب السرعه بعد مرور 3 ثواني، هنروح نعوض عن v عن التايم فيها، سوري. نروح هنعوض عن v ب 3 ثواني، v at 3 is equal to 6 m 3 plus 2 equal 20 meter per second. فده دي الاجابه بكل بساطه. اوكي؟ السؤال الثاني، أوجد التكامل غير المحدود التالي. عندنا يا جماعة برضو دي، برضو خلي بالكم، الدالة المرفوعة الأس سالب 2 دي دالة من الدرجة الثانية، الدالة اللي بره درجة من الدرجة الأولى، فتفاضل الدالة الأساسية اللي عندي اللي هو إكس تربيع زائد 4 تساوي 2 إكس. فأنا بعمل إيه في هذا السؤال؟ من غير يعني مش محتاج أستخدم يعني التعويض، التكامل بالتعويض، اديكم طريقه سهله جدا للحل. طلع الثلاثه بره باعتبارها ثابت، واكتب اكس ضرب اكس تربيع زائد 4 اس سالب 2 دي اكس. وانظر للداله الاساسيه المرفوعه الاس، اس ده سواء عدد سالب كسر اعتيادي مش مهم. الداله اكس تربيع زائد 4 تفاضلها 2 اكس، فهتروح تعمل ايه؟ هتضرب هنا في 2 وتقسم على 2. ليه عملت الحركه دي؟ طبعا ضربت في 2 وقسمت على 2 للحفاظ على قيمه الانتجرال اللي عندي ما يتغيرش، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اصبح عندي ده اللي بره ده هو تفاضل هذه الداله، واذا كان هذا حادث فالناتج هو ناتج هذا التكامل بكل بساطه
هو اكس تربيع زائد 4 اس سالب 1، يعني بنتعامل مع القوس ده يا جماعه من المقدار ده اللي مرفوع لاس سالب 2 كانه اكس بالظبط، ازود على الاس بتاعه 1 واقسم على الاس الجديد بفضل وجود التفاضل بتاعه موجود بره معاه. المهم يا جماعه هنزود سالب 2 عليها 1 يبقى اكس تربيع زائد 4 اس سالب 1 على سالب 1 زائد سي ثابت التكامل. فالناتج هنا تكون 3 على طبعا في سالب دي تتضرب بره خليها سالب 3 على 2، ودي اكس تربيع زائد 4 اس سالب 1 نزلها تحت. ليه ننزلها تحت؟ غاويين تعب يعني غاويين شقى؟ ابدا. المفروض الاجابه تكون في ابسط صوره يا جماعه ان الاس ده ما يكون سالب. يعني لو مساله طلعت معاك 2 اس سالب 1 المفروض ما تسيبهاش كده، لازم تكتبها 1 على 2. لازم تكتبها بصوره مبسطه خاليه من الاس السالبه، لان الاس السالب يعتبر مساله. يعني زي ما طالب حل مساله مره في امتحان وكتب الاجابه 18 على 3، هي الاجابه كانت 6 المفروض يكمل ويكتب 6، وقف عند الخطوه دي، فطبعا نقص نص درجه عشان ما كتبش الناتج. انما لو مساله اجابتها كسر خلاص طلعت مثلا سي 4 على 7 مثلا، ده الاجابه خلاص ده كسر اعتيادي، انت ما عندكش اي مشكله انك تسيبه لان ده كسر اعتيادي، هو اوريدي في ابسط صوره مش محتاج حد يبسطه اكتر من كده. بارك الله فيكم. اذا الاجابه هنا يا جماعه ندور عليها سالب 2 على اكس تربيع اس 1 هذه هي الاجابه سي. اوكي اخر واحده دي. السؤال التالي هنا اي المقادير الجبريه التاليه يمثل التكامل غير المحدود 7 على 1 ناقص اكس تربيع؟ نبدا هنا نعوض عن 1 ناقص اكس تربيع بالكوزاين، لازم استخدم هنا التعويض. 1 ناقص ساين تربيع هي كوزاين تربيع اكس دي اكس. انتوا عارفين ان طبعا طلع 7 بره اهي 7 1 على كوزاين سكوير دي اكس دي اكس. كلنا عارفين ان الواحد على كوزاين تربيع هو سيكنت سكوير سيك تربيع اكس، وتكامل السيك تربيع مين فاكر؟ نعم صح تان اكس، تكامل السيك لان تفاضل التان سيك تربيع سيك سكوير، فتكامل السيكنت سكوير هي تان، فالاجابه 7 تان اكس زائد سي. السؤال التالي اوجد طول متجه اي بي الذي نقطه بدايته 2 وسالب 1 ونقطه نهايته 1 و3. طبعا طول المتجه كلنا عارفين الماجنتيود هو نفسه قانون ال ديستانس فورمولا اللي انتوا خدتوه في تاسع باين ولا تامن مش فاكر، سكوير روت الفرق بين الاكس سكوير اهو 1 ماينس 2 اول سكويرد، بس هو نظريه فيثاغورس، يعني تطبيق نظريه فيثاغورس تطبيق مباشر لنظريه فيثاغورس، فالاجابه هنا سالب 1 تربيع 1 وهنا 4 تربيع 16، فالاجابه جذر 17. اذا طول المتجه ده يا جماعه جذر 17 معناه ايه يا استاذ؟ معناه ان المتجه ده اللي بدايته 2 وسالب 1 لغايه 1 و3 طوله جذر 17 واحد، طوله او الماجنتيود بتاعته جذر 17. معادله تفاضليه بسيطه بتحل بطريقه فصل المتغيرات والتكامل. فصل المتغيرات هنا لو ضربنا هنا اهو اللي حاصل ضرب طرفين سواء حاصل ضرب وسطين، ان احنا نقول y دي y يساوي سالب x دي x. So by integration of each side تكامل y دي y هي y تربيع على 2 يساوي سالب x تربيع على 2، بنكامل طبعا كل متغير بالنسبه للمتغير بتاعه اهو الواي بالنسبه للواي واكس بالنسبه للاكس زائد ثابت التكامل، هنضرب كله في 2 فواي تربيع يساوي سالب x تربيع زائد سي. طبعا الثابت لما نضربه في 2 ولا نضربه في اي عدد يظل ثابت، مش محتاجين نكتب 2 سي ولا حاجه. فالمعادله هي لو جمعناها على بعض ف x تربيع زائد y تربيع يساوي سي، ودي معادله الدايره يا جماعه مركزها نقطه الاصل والريديوس بتاعها هو جذر سي، المركز بتاعها هو 0 and 0 ونص قطرها جذر العدد الثابت سي. هنا سؤال عن الانتجريشن باي بارتس اللي هي الفراكشنز اسمها تكامل بالكسور الجزئيه بارشال فراكشن عفوا. يعني 4 اكس ناقص 9 على اكس ناقص 3 كل تربيع، احنا هنفترض ان هي كانوا كسرين الاول، الكسرين دول اجيبهم منين؟ انا اقول لك، فبناخد بدل المقام يعني مقدار مقدار خطي اكس ناقص 3 مرفوع لتربيع بقى مقدار كوادراتيك يعني، فبناخد اي على اكس ناقص 3 زائد بي على اكس ناقص 3 تربيع، ده طبعا ده صح، هذا المقدار بنفترض ان هو اي على اكس ناقص 3 زائد بي على اكس ناقص 3 كل تربيع، او ممكن نقول اي على اكس ناقص 3 كل تربيع
زائد بي على اكس اصل 3، مش مهم ده صح وده صح، لان اي وبي ثابتين، ما هو whatever انت تجيبهم خلاص حددت المساله. اوكي، السؤال التالي هنا سؤال بسيط، متجهين اذا كان متجهين متعمدان، متعمدان يعني تقاطعان بزاويه 90، اي متجهين متعمدان يا جماعه الدوت برودكت بتاعهم او حصر الضرب النقطي اسمه ايه بالعربي مش عارف، الدوت برودكت او حصر الضرب القياسي عفوا، ايوه حصر الضرب القياسي بيكون صفر. وحصر الضرب القياسي هو بكل بساطه اكس في اكس زائد واي في واي زائد زد في زد، يعني فيش اسهل من كده. يبقى two vectors are perpendicular if u dot v is equal to 0. This implies اضرب بقى t في 15، 15 t زائد 2 ضرب سالب 3 زائد سالب 4 ضرب 6، المفروض حاصل الضرب ده يساوي 0. فده 15 t ناقص 6 ناقص 24 يساوي 0. عندي 15 t يساوي، ودي 6 و24 هناك بالموجب، 6 و24 هيبقى 30، فالt المفروض يساوي 2. لو t بتساوي 2 سيكونان هذان المتجهان متعامدان. ده سؤال بسيط بيجي كتير حقيقة. ناخد سؤال كمان ونختم هذه المراجعة، أرجو تكونوا استفدتم من درس اليوم، بارك الله فيكم. لديك المتجه في سالب 2 و5، أوجد المتجه الوحدة يو في اتجاه ده. جدا سهل، لما يكون عندي متجه يا جماعة سالب 2 و5، ركزوا معايا، سالب 2 معناها أنا مشيت كده وحدتين للشمال سالب 2 وبعدين نزلت كام؟ 5 موجب، طلعت فوق 5، طلعت فوق 5 وحدات. المتجه ده يا جماعه هو المتجه سالب 2 و5، المتجه ده. المتجه ده طبعا طوله حوالي كام؟ حوالي جذر التربيع 5 تربيع زائد سالب 2 تربيع، حوالي 29، جذر 29. المتجه ده طوله جذر 29 وحده، يعني حوالي 5 ونص تقريبا، حاجه زي كده. 5 و4 من 10، 5 و5 من 10. أنا عاوز بقى إيه السؤال؟ هو فين السؤال يا أستاذ؟ السؤال أنا عاوز متجه الوحدة في نفس الاتجاه، أنا عاوز المتجه اللي طوله واحد، إحنا قلنا كل ده جذر 29 يعني حوالي 5 ونص، أنا عاوز بقى المتجه ده اللي طوله واحد، السؤال القصير ده، أجيبه منين؟ تاخد المتجه، شوفوا يا جماعة، متجه الوحدة أو اليونت فيكتور، يونت فيكتور في اتجاه أي متجه، خد المتجه الأصلي اللي عندك اللي هو سالب 2 و5، حتى أكتبه أوردر بير على كده، وقوم قسمه على طول المتجه اللي هو جذر 26، بس خلاص هذا هو. شوفوا قد ايه السهوله، قد ايه التفاهه. سؤال تافه، سالب 2 على جذر 29 و5 على جذر 29، بس المتجه ده متجه الوحده، بدليل لو حبيت تجيب النورم بتاعه سكوير روت للعدد ده تربيع زائد العدد ده تربيع، لو العدد ده نقصد بيه ده سالب 2 على جذر 29 و5 على جذر 29، يطلع واحد على طول. جرب كده هيديك واحد تماما، جذر 29 على 29 وهيديك يساوي الواحد. أتمنى تكونوا موفقين في هذا وتختار الإجابة، فهي سالب 2 على جذر 29 و9 على 29. يعطيكم العافية أبنائي، هذه المراجعة الأولى وإن شاء الله لن تكون الأخيرة. يعطيكم ألف عافية وأراكم على خير، بارك الله فيكم. Goodbye everyone.